يواصل المجتمع الدولي مساعيه لإيجاد حل للأزمة السياسية في السودان والتي خلفها انقلاب الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أطاح بالحكومة المدنية التي كانت قائمة وقطع الطريق على التحول الديمقراطي في السودان. الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تشهدها العاصمة الخرطوم هذه الأيام شملت زيارات لمبعوثين غربيين، من بينهم مبعوثة المملكة المتحدة للقرن الأفريقي والبحر الأحمر سارة مونتغمري، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر. وقد جرت عدة لقاءات بين الفاعلين الدوليين والقوى السياسية المدنية الداعمة للتحول الديمقراطي في السودان، قياديون في تحالف قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني قال إنهم ناقشوا مع المبعوثين الدوليين قضية التحول الديمقراطي، مشيرا إلى ضرورة قيام الانتخابات في أقرب وقت. تحدثنا نحن لرؤيتنا، وهي أن تتم تجميع جميع المبادرات في مبادرة واحدة تحت طاولة المكون السوداني الوطني، ومن ثم هذه المبادرات لتنتج منها مبادرة واحدة، فهي مبادرة عبارة عن مبادرة توافقية. اللقاءات الدبلوماسية بين الفاعلين الدوليين شملت أيضا المكون العسكري الذي يعد طرفا أساسيا في الأزمة التي يعيشها السودان الآن. نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو طالب بضرورة تقديم تنازلات من جميع الأطراف المعنية من أجل المحافظة على أمن واستقرار البلاد. الوساطة الدولية الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات العربية المتحدة كثفت من نشاطها في الآونة الأخيرة، وقد شدد سفير واشنطن في الخرطوم على ضرورة تشكيل حكومة بقيادة مدنية في أقرب وقت لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية. ويرى مراقبون أن اهتمام المجتمع الدولي بالوضع في الخرطوم يعود في الأساس إلى البحث عن الاستقرار في منطقة تشهد نزاعات عنيفة وحالة من الفوضى الأمنية. الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، إذا لم يتم تدارك الموقف في السودان يمكن أن تنهار هذه المنطقة، وهي منطقة ذات رمال متحركة باعتبار أن هنالك كثير من خلايا الإرهاب تنشط في المغرب العربي وفي نيجيريا في بوكو حرام وغيرها، كل هذا ممكن أن يؤثر على هذه المنطقة، فبالتالي الدول الأوروبية تطمح في أن يكون السودان مستقرا وأن تبعد روسيا يدها منه. المكون العسكري كان قد أكد في وقت سابق خروجه من العملية السياسية وتفرقه للمهام الأمنية والعسكرية، وطالب القوى السياسية بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لتكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية وتشرع في الاستعداد للانتخابات. سلافة أبو ضفيرة، قناة اليوم، الخرطوم.